ازاي تجيب كل الحدوته دي يشرحها لك في ما يسمى ازاي تتصاعد سيناريو بالاحتجاجات كامل لتعطيل عبد البلد. الرحمن يوسف اللي هو ابن قرضاوي. لا 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 مش عبد الرحمن يوسف، عبد الرحمن اللي هو اسس صفحه كلنا خالد سعيد، هو عبد الرحمن منصور. عبد الرحمن منصور، منصور خريج اكاديميه التغيير. عبد الرحمن منصور خريج اكاديميه التغيير وعمل صفحه كلنا خالد سعيد بفلوس اكاديميه التغيير. يعني الصفحه دي بفلوس اكاديميه التغيير. وده هو خد دوره، يعني خد دوره. ايوه خد دوره في اكاديميه التغيير، وبجيب لك مكالمات عبد الرحمن منصور كلها سواء مع خالد الشاطر. بعد كده طبعا اكتشفنا لما قال عصام العريان في 90 دقيقه قال له انت بفكر ايه؟ وائل غنيم كان جزء من الاخوان، كان من شباب الاخوان وخرج، وعبد الرحمن منصور ده اخوان من شباب الاخوان، ده علني كده بهات المقطع ده اهو ووري للناس. الاثنين اللي عملوا كلنا خالد سعيد بإيحاء وفكره اكاديميه التغيير. اتدرب عبد الرحمن منصور في اكاديميه التغيير ثم عمل البتاع. ولما يعني هنا في مصر يعني اتظبط بشكل او باخر، قال معلومات في منتهى الخطوره. يعني ايه اتظبط يا دكتور؟ يعني رجعت لي شويه كده الوعي سنه كده، فقعد في مكان قال بلاوي سودة على اللي كانت بتحصل والشباب دوت وائل غنيم. ولما قال له ان انا مش عايز يوم 25 بتاع، قال له لا التمويل مرتبط باليوم بالتاريخ كده نصا، لا مش عارف ايه، لا التمويل مرتبط. قال له كده؟ كده انه مش هينفع لانه احنا خدنا التمويل على اليوم، مش خدناه كده على ثوره ولا على احتجاج، احنا خدناه على 25، وان احنا خلاص قلنا على الفيس وقلنا على البتاع وربطنا الدنيا، لان في جهات تانية عملت حسابها على ايه؟ على 25. دي في جهات اعلاميه بعتت مراسلين هنا بقصد المشاركه الايجابيه في 25 بدعوى انه بيغطي 25 الأحداث. وحجيب لك احدى المراسلات الكبيره اللي كانت بتشتغل في دوت وتليفوناتها مع مصطفى النجار ومع وائل غنيم ومع قيروان الشاطر، وازاي هي جايه بترتب ل 25، مش جايه لدرجه انها كانت بتتكلم متاكدين مع اللي هي جهات رسميه في الدوله. وبعد كده هوريك تليفونها، بس انا طبعا مش عايز